السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف الثاني الابتدائي. رح ناخذ الدرس الثامن من سورة العلق صفحة 36. ناخذ الآية مع الشرح وحل المناقشة أو النشاط. من سورة العلق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. طبعا هاي الآية من سورة العلق للحفظ، يحفظها الطالب، يعني كلها يحفظها. وراح ناخذ الشرح. تلقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمر الإلهي بأن يقرأ القرآن، يعني أمر الله سبحانه وتعالى النبي بأن يقرأ القرآن. أعان الله عز وجل نبيه محمد على حفظ القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى أعان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يحفظ القرآن الكريم. جعل الله القلم وسيلة من وسائل التعلم. ده يقول له الذي علم بالقلم، يعني الله سبحانه وتعالى جعل القلم وسيلة من وسائل التعلم. علم الإنسان ما لم يعلم، يعني علم الله الإنسان ما لم يعلم. النشاط اكمل. أعان الله، شو نقول؟ عز وجل. نكتب هنا شنو؟ عز وجل. عز وجل. أعان الله عز وجل نبيه من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن الكريم. القرآن الكريم وتلاوته. وإن شاء الله التوفيق.